أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. انعقد يوم الأربعاء 21 دجنبر بقاعة الاجتماعات بجماعة ولاد حسين أشغال الاجتماع التشاوري الإخباري لبرنامج عمل الجماعة على مدى 6 سنوات القادمة برئاسة السيد نور الدين المخير وبحضور السلطة المحلية وممثلة عن عام الإقليم الجديدة ورؤساء المصالح الخارجية كالصحة والتعليم والريادة والمحافظة والصناعة التقليدية والتجهيز وكذا ممثلي المجتمع المدني. وجاء هذا اللقاء لإعطاء انطلاقة لعمليات التشاور من أجل إعداد برنامج الجماعة انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تلزم الجماعات بوضع برنامج العمل الذي يحدد الأعمال التنموية المقررة إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات بناء على منهجية تشاركية والأخذ بعين الاعتبار الخصائص المجالية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية للجماعة. أوكي. الحمد لله الحضور كان يعني جميع المصالح الخارجية كانت متمثلة. كيف راح تشوف التغطية بأنه يعني ولاد حسين كتعاني يعني المشاكل من البنية التحتية يعني المسالك جميع القطاعات والتعليم الصحة الفلاحة. لذلك كنتمنوا من هذا اللقاء لغير انطلاق هذا المشروع العمل عمل الجماعة يعني ما يبقاش كما قلنا في القاعة أنه يبقى حبر على ورق. نتمنى أنه انطلقة تكون انطلقة حقيقية وهذه المشاريع كلها اللي كانت نتمنىها يعني نشوفها يعني في أقرب الأجل إن شاء الله الرحمن الرحيم. وكما يخفاش عليكم أن الرئاسة أخذت واحد منذ توليها رئاسة المجلس أنه ولوا واحد لقاءات يعني كل على رأس نهاية كل شهر يعني يكون واحد لقاء آخر جمعة في كل شهر واحد اللقاء تواصلي مع الجمعية ديال المجتمع المدني كيحطوا لنا يعني المشاريع ديالهم كيعرفوا اش وقع في مثلا المده ديال هذا الشهر هذا يعني كاين واحد التجاوب كبير مع المجتمع المدني وتهما فهم ولاو معنا اصبحوا شركاء اساسيين في هذه المنظومه ديال البرامج اللي كتقترح. لذلك فكانت عندهم الكلمه والمداخله ديالهم الشيء كيفاش كانوا كيتكلموا يعني تما كتكون واحد الغيره على المنطقه وهذا. لذلك فالمجتمع المدني فهو راه كيعرف كل كبيره وصغيره عن المشاريع ديال الجماعه واكثر من هادشي كما قلت راه هو شريك اساسي مع هذه المشاريع اللي تحقيق الاهداف المتوخاه من برنامج عمل الجماعه الى تحقيق الانسجام والتلقائيه مع توجهات برنامج التنميه الجهويه وبرنامج تنميه العماله عند وجودها والتنسيق مع عامل عمالة إقليم الجديدة بصفته مكلفاً بتنسيق أنشطة المصالح اللامماركزة للإدارة المركزية واعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية الشمولية المستدامة والأخذ كذلك بعين الاعتبار الإمكانيات المادية للجماعة التي يمكن تعبئتها ورصدها وكذا جميع الالتزامات المتفق في شأنها بين الجماعات والجماعات الترابية الأخرى وكذا هيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة. الأخير أكد السيد رئيس جماعة ولاد حسين نور الدين المخير على ضرورة توحيد الرؤى والأهداف لخلق فضاء أرحب وأرقى للتشاور والتعاون والمساعدة للتطلع إلى غد أفضل وإلى استشراف مستقبل واعد ضامن لحاجيات وكرامة رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.